اولا انا يعني لازم اني نحط ان انا طبيب، فيعني شنو مفهوم كلمه خطر؟ الطبيب مطلوب منه اذا انا مثلا عندي مرض نفسي الحين وعندي اوهام ان الاستاذ احمد قاعد يخطط لي يبي يقتلني، فانا يعني اقول لا 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 انا باكله قبل لا ياكلني زين. فجيت وقلت الكلام هذا حق طبيبي، قلت له ان ترى يا دكتور فلان يعني انت في شيء، ايه انا الاستاذ احمد قاعد يخطط لي ويبي يقتلني بس انا بقتله قبل لا يقتلني. اصبح واجب على الطبيب انه يبلغ الجهات الامنيه ترى وابي احتزه عندي في المستشفى مو قادر، فمن حقي من واجبي اني ابلغ الجهات الامنيه. في هذه الحاله، في هذه الحاله في نقطه مهمه جدا استاذ احمد، في كل دول العالم، يعني مو الكل لكن معظم دول العالم، في شيء اسمه قانون الصحه النفسيه اللي يعطي الطبيب حقوق معينه من اجل مصلحه المريض، انه يعني يحتجز هذا المريض في المستشفى رغم ارادته في الفتره هذه. هذا موجود عندكم ولا لا؟ للاسف مو موجود. تقدمنا بطلب، الدكتور سليمان الخضاري كان رئيس القسم والدكتور عبد الحمادي كان مدير المستشفى، تقدموا بطلب وصاغوا قانون للصحه النفسيه مع الاستاذ الفيلي، ويعني رجع اكثر من مره، شاركت في المراجعات الاخيره مع مجلس الوزراء، وتم اقرار القانون من قبل مجلس الوزراء ورفع الى مجلس الامه. نعم. والحين احنا على انتظار اقرار النهائي. قانون الصحه النفسيه يضع اطر كثيره في اللي انت حضرتك تتفضل فيه. قضيه التبليغ، لان في نقطه انا يوما اي ابلغ انا خليت باحد القواعد الرئيسيه في الطب. وهي قضيه الامانه الطبيه، ان انا ما افضح مريضي. فالحين عشان اقدر افضح مريضي، سر مريضي هذا، لابد من قانون يحدد لي متى اقدر افضح المريض. نعم. حاليا احنا نقوم فيها بشكل اجتهادات شخصيه، اجتهادات شخصيه. نعم. نحتاج الى قانون يحط ينظم هذه المساله عشان لا اقع في الخطا. يعني وانا اعتقد في ايضا، انتم يمكن اعتقد الحكومه مثل ما تفضلت يعني متقدمه بمشروع قانون، وايضا الدكتور عبد الرحمن صالح الجيران، وايضا الاستاذ حمود محمد الحمدان، والاخ سعود نشمي الحريجي. نعم. مقدمين ايضا مقترح في هذا السياق. نتمنى انه يتم تحريك هالقضيه هذه. نعم. يعني استاذي كثير من الصحافه يوم من صار اللغط في الفتره الاخيره في الصحافه وفي اليوتيوب وفي التويتر حول قضايا تخص الطب النفسي ومرضى في الخارج او من يدعي المرض ايا كان، فكان الصحافه يتصلون يقولوني لازم تردون. انا اقول انا عندي قواعد رئيسيه، انا ما يهمني شنو الناس تقول. صحيح. انا عندي اجراءاتي وعندي ايضا امانه الطبيب. صحيح. انا ما اقدر افضح مريض عشان ادافع عن نفسي. نعم. حتى لو هو اساء لي، هل اساؤلنا كذا، انا علي واجب حمايه اسرار مريضي. هذا الواجب الاول. وعاد عليك هجوم هاليومين دكتور. اللي ياخذون راحتهم. احنا بالاخير احنا يعني ناس مهنيين نقوم بمهنتنا بما يرضي الله سبحانه وتعالى. دكتور قبل هذا فعلا قبل احنا نسمع، عاد ما ادري صحيحه ولا لا. نعم. يقولون تعطون مبلغ مالي اللي يسلمكم اي شخص مريض النفسي، هذه مقوله من زمان نسمعها بس ما ادري شنو صحتها. كنت طلعت عيالي من المدارس وقلت لهم خليتهم يجمعون لي ناس، اقول لهم فلان انا عارفه مريض روحوا جيبوه. لا صحيحه هذه، ليش كانت تنقال هذه دكتور؟ يعني استاذي الكرت الاحمر مو صحيح. كرت احمر يقول لك فلان عنده كرت احمر. مو صحيح. زين. كرت اصفر شيء، كرت المراجعه الاصفر العادي مال وزاره الصحه القديم هذا. لو الحين انا احلف قدام كل الموجودين بالاستديو انه ماكو شيء اسمه كرت احمر، كم واحد تتوقع زين من وين جت الثقافه هذه؟ والله ما ادري. وسالفه الفلوس يقولون قبل 60 دينار اعتقد انا قالوا 50 50 دينار، ما ادري اذا زادوها مع الزيادات الاخيره ولا لا، كانت 50. وهذا كلام صحيح مو صحيح على مدى التاريخ، مو ان اليوم او امس او كذا. نعم. يعني انا لي في الطب النفسي الان 26 سنه. أي. زين، لم اسمع عن ال 50 دينار بس هذه، بس سمعتها في المجتمع. طبعا مجتمعنا كنا نسولف.